اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا. زي ما حضراتكم متعودين ان احنا في يومي بنهتم بكل حاجه تخص المراه وكل حاجه تخص الاسره المصريه. اكتر حاجات بتهم الاسره هي الولاد. مراحل طبعا الولاد والتربيه مختلفه وبيمروا بحاجات كتيره جدا بتكون لازم البيت يكون عامل مؤثر فيها. اكتر مرحله في المراحل دي مرحله المراهقه. ازاي البيت يحتوي المراهق؟ ازاي ان هو يكون في محبه واحتواء في البيت؟ ان انا اطلع انسان سوي، انسان ليه نفع في المجتمع اللي هو عايش فيه. النهارده يسعدنا ويشرفنا وينورنا استاذ دكتور رحاب العوضي، استاذ علم النفس السلوكي. منورنا يا دكتور. ميرسي، ربنا يخليك. ايه الاخبار؟ الحمد لله. احنا يعني الاطفال عموما بتمر بمراحل مختلفه، توصل لمرحله المراهقه بتبقى الدنيا متوتره بقى في البيت وعند المراهق نفسه. تمام. احنا عايزين حضرتك تعرفينا الاول ايه هو المراهق او مين هو المراهق؟ المراهق هو مرحلة من المراحل العمرية للإنسان بتبدأ من سن 9 سنوات، بالتالي مرحلة الطفولة المتأخر. يعني الإنسان بيتولد بيبقى طفل رضيع، بيبقى مرحلة طفولة متقدمة اللي هي من 2 سنين ل6، من 6 ل12. كانت الأبحاث بتقول إن ده من 12 بداية سن المراهقة، ده الكلام القديم. ولكن طبعا للأسف حصلت الطفرة التكنولوجية اللي هي تمت خلال 25 سنة اللي فاتوا. أيوة. فبالتالي أثرت على الجينات، أثرت على الفكر للإنسان. الأطعمة الفاست فود، الأطعمة المهرمنة أو المعالجة، فكل ده أدى بينا إن المراهق بدل ما كان بيبقى 12 و13 سنة زي ما كانوا زمان بيبقى عنده 15 سنة وما زال بنتكلم إن هو طفل، لا احنا بقى عندنا من 9 سنوات. وبيصحب عملية المراهقة اسميا بيصحبها عدة مظاهر جسدية بتكون عند البنت وعند الولد، معروفة طبعا الناس كلها عارفينها، اللي هو بيبقى فيه تغيرات في الجسم، في ظهور الشعر الدقن للولاد الذكور، الصوت بيبدأ يتغير. البنات بتحصل لها مظاهر الأنوثة المعروفة، واللي لازم يتم تهيئة البنات ليها جيدا. يعني المرحلة دي لازم يتم التهيئة ليها سواء في المدارس سواء في البيوت. ما سيبش البنت كده من طفلة صغيرة لمرحلة جديدة عليها ما تفهمش فيها ما تعرفش، لازم يكون في الثقافة دي موجودة. أو ده علم كمان مش ثقافة، ده علم ولازم يدرس بشكل لائق وبشكل مبسط لكل الفئات. أنا ما بوجهش التعليم بس للفئة الناس اللي هي فوق متوسطة أو الناس المتعلمة. أيوة. أنا بوجه التعليم لأقل الطبقات، كل الطبقات. فبالتالي لازم هنا تكون مرحلة المراهقة مفهوم. معروف أن بيكون فيها طيب لما أنا عندي البنت طفلة بيبدأ يظهر عليها مظاهر الأنوثة، هل بتظهر كده ببساطة يعني ولا يكون في داخل الجسد تغيرات؟ بيحصل تغيرات هرمونية بتسبب بقى الضيق، بتسبب القلق، بتسبب الصداع. البيت نفسه يكون في وعي إن أنا أنبه قبلها، إن دي مرحلة يعني الصوت العالي، الاندفاع، الرغبة في الاستكشاف، الرغبة في إثبات إن أنا ذكر لو بنتكلم على الولاد الذكور، إن أنا راجل، البنت إن هي عايزة تبقى بنت وحلوة وتسرح شعرها وتتدلع وخلاص بقى هي بقت أنسة. فبالتالي ما ينفعش نعملها إن هي طفلة، إن هي لازم هي لسه صغيرة طبق قدامك لازم تاكليه والكلام ده، كل ده لازم مرحلة تهيئة للوالدين وللمدرسين في المدارس وللأبناء نفسهم. عشان المرحلة تمر بسلام. بتنتهي يعني. إمتى مرحلة المراهقة؟ بتنتهي عند 18 سنة، في بعض الحالات بتمتد ل 21. طب إيه مشكلة المراهقة معانا؟ ليه مشكلة المراهقة دايما الكل بيعمل عليها فوكس وتركيز وقلق؟ لأن هي بتوازي أصعب مراحل تعليمية عند الإنسان، الإعدادية، الثانوية العامة، السلوكيات اللي الإنسان لو اتعلمها مستحيل تتغير بعد كده. يعني هتتغير بصعوبة، ولكن إذا الإنسان تعود يعني على سلوك على حاجة معينة في السن ده بتكبر. هي إحنا في الطفولة بنبدأ نأسس للسلوك، في المراهقة بيختم يعني بيتقفل خلاص بقى. يعني تعود على الكذب هيطلع كذاب، لو تعود على اللامبالاة بيطلع عنده لامبالاة، لو تعود على إلقاء المسؤولية على الآخرين لو تعود على الإهمال يطلع إهمال. لو البنت اتعلمت ان هي تكون شخص مهمل في نفسها وفي مذاكرتها هتفضل برضو ام مهملة في نفسها وفي غيرها. كل دي امور، ومن هنا بتكون احنا شوية بنحترس للمرحلة دي، بنهيئ ليها. احنا ما ينفعش تمر مرور الكرام عندنا عند البيت، ولكن للأسف احنا ثقافتنا النفسية هي ثقافة ضئيلة. للأسف هي ثقافة ضعيفة، حتى وإن تم المناقشة مع الأمور. يعني للأسف أكتر مراحل الإدمان بتتم في المراهقة،
والإدمان للأسف نفق، ربنا يعفي عن الناس جميعا، نفق إذا تم الدخول فيه بيخرج منه بصعوبة شديدة. طب أنا عشان أوصل لمرحلة زي الإدمان دي، غياب البيت، البيت فين؟ لا كنا زمان بنقول غياب البيت، يعني أنا نفسي كنت بطلع من 10 سنين في التلفزيون أقول لك غياب الأسرة. حاليا في تحديات كتيرة قوي على الأسرة، في تحديات الإنترنت وتحديات الخروج للدروس وتحديات المدارس وتحديات الاغتراب. أنت عندك في أولى جامعة الطب الطالب أو المراهق بيكون عنده 17 سنة أو 18 بيغترب عن أسرته، بيروح محافظة تانية ومدينة تانية عشان يدخل كلية معينة، فبالتالي بيبتعد عن أسرته فبيتأثر بالمجتمع. لا هنا الأسرة بتبذل مجهود طبعا في التأسيس. التحديات كمان اللي الأم والأب بيلاقوها، يعني حضرتك زمان كنا بنقول لابننا ذاكر عشان تبقى دكتور ولا مهندس ولا حتى مدرس نافع لمجتمعك، مربي أجيال أو ممرضة تقدري تساعدي الناس. حاليا انت صعب في ظل ان هو في تحديات برامج السوشيال ميديا اللي كترت، اللي هو من اقل مجهود بياخدوا فلوس، من اقل ثقافه وعلم وسلوك بياخدوا، فبالتالي التحدي على الاسره بقى اصعب. ان انا اقنع ابني يا حبيبي ذاكر، يا حبيبي خليك مهذب، يا حبيبي بلاش الالفاظ دي، يقول لك ما طول النهار بيقولوها في التلفزيون، ايوه ما طول النهار بيقولوها في الانترنت، ما طول النهار بيقولوها في البرامج، ما فبالتالي التحدي بقى اصعب. يعني انا ما اقدرش احمل الاسره كل حاجه في ظل عمل المراه، عمل الام وعمل الاب. عمل الام حاليا ما بقى مش رفاهيه الا في بعض الوظائف النادره رفاهيه، لكن هو عمل الام حاليا مش رفاهيه، ضروره اقتصاديه. الحمايه عموما، يعني انا مثلا لو طفل اتربيت او مراهق اتربيت في بيت مليان محبه ومليان احتواء، وان انا الاب والام متفاهمين جدا وقادرين ان هم يغطوا الطفل ده يعني هنا بقى يبدا لا هنا لو هنا في البيت في محبه وفي حب وفي احترام وفي احتواء في تقبل للطفل، مش لازم تطلع الاول. انا هنا ما بدعوش بس ان الولاد ما تذاكرش وما تنجحش، بس بيصعب عليا الطفل اللي لازم ما ينقص درجه، اللي لازم ما ينقص ايه في ايه درجه او درجة. ولازم مش لا في مرونه، في نوع من انواع التقبل للفروق الفرديه، في نوع من انواع التقبل للهوايات والاهواء. يعني الاقي في طفل بيلعب مثلا لعبه وليكن كره القدم، يقول لك لا انا عايز العب كاراتيه بس اهلي رافضين، عايز العب كونغ فو بس اهلي مصرين. طب ما هو دي رياضه، يقول لك لا الرياضه اللي ليها مستقبل كره القدم. لا هو عايز يلعب رياضه يعني كتنفيس لطاقته، فانا هنا ما اقدرش اقول له ده له لا هو عايز يلعب من اجل المتعه، من اجل ان انا اشغل وقتي وطاقتي. هنا بيبقى خطا من بعض الاهل، ولكن الاهل يجب ان تحصن اولادها، وبين كلمه تحصين ده نضع الف خط. حصن اولادها بالحب عند التحصين يا دكتور. وما ننساش طبعا كنا بنتكلم في ايه تمام. لا اهم مرحله من مراحل الاطفال اللي بيمروا بيها مرحله المراهقه، ازاي نحصن المرحله دي ونطلع اطفال اسوياء. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية مع استاذ دكتور رحاب العوضي استاذ علم النفس السلوكي. بعد الفاصل خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مرحله المراهقه وازاي البيت يتعامل معاها في ظل طبعا التحديات اللي بتواجه الشباب دلوقتي، التغيرات اللي بيمر بيها المجتمع بسرعه، السوشيال ميديا، الاصدقاء، حاجات كتيره جدا. النهارده بيسعدنا وبيشرفنا وينورنا استاذ دكتور رحاب العوضي استاذ علم النفس السلوكي، منورانا يا دكتور. قبل الفاصل كلمتينا عن تحصين المراهق في ظل الحاجات اللي بيمر بيها الأبناء المجتمع. عموما يعني من الطفولة ان انا يكون في بيني وبين ابنائي ثقة، محبة، احترام. الثقة وعدم المقارنة بالاخرين، الشرح للخطأ. يعني وارد كلنا بنخطئ، الطفل بيخطئ او المراهق ما بيكونش عارف ايه ابعاد الخطأ او تصرف طلع في دماغه، ما بيفكرش، ما هو مش شخص بالغ. احنا بنحاسب الشخص البالغ ليه على اخطائه، يعني التجارب اللي احنا مرينا بيها في عزيزه. بالظبط، حتى القانون بيعفي الصغير الى حد ما من اخطائه تحت 21 سنه، ليه؟ لان بيكون مراكز التفكير لم تتكون بعد. فبالتالي الخطا اللي بيتعمل في المراهقه محتاج شرح، محتاج استيعاب، محتاج هرب من الدرس. لا مش كل شويه اقول انت هربت من الدرس وانت عملت وانت وانت. الثقه بينا انعدمت لا افهمه هروب من الدرس بينتج عنه ان انت كده هتتاخر دراسيا، ان الكذب على والدك والدتك غلط. لكن ممكن الاهل تعاقب
تعاقب بالعنف اللفظي والبدني، عقاب يخلي الطفل أو المراهق يفقد الثقة في نفسه وفي أهله ويستمر في الخطأ ولا يتراجع ويزيد معه، يتعلم بس ازاي يداري الخطأ. يعني هو هنا هيخطئ بس يكون أذكى المرة اللي بعدها ان هو يداري ايه خطأه فهنا. لكن لو انا حبيت الابن، لو انا حاولت اتفاهم معه، حاولت ان انا استوعبه بعيوبه وبميزاته، هنا بيكون حائط صد وتحصين شديد ضد التيارات بقى المختلفة، سواء تيار متطرف، سواء تيار الجريمة، سواء تيار لا قدر الله الإدمان، سواء تيار إن هو ضد الأمراض النفسية والعصبية اللي بتصيب الحالين اللي انتشرت. كل الأمور دي الأهل هي المسؤولة عنها طبعا. الشيء الآخر، بعض الناس هتقولي طب مثلا الحالة الاقتصادية للأسرة وانت بتتكلمي من برج عاجي، لا، الاقتصاد أو المال ملوش علاقة بالحب. الحب عملة والظروف المادية يعني عملة، ما نبدلش العملتين لأن ما فيش بينهم بدل، مش هينفع. يعني مثلا يقدر الأب مثلا هو مسافر أو بعيد عن أسرته أن هو يديهم يحسسهم كأنهم طبعا ما هو في تكنولوجيا حديثة حاليا في ده، الأب بقى موجود وما بيتكلمش مع أولاده. احنا هنقول على الأب المسافر، أيوه. عندك كم أب مسافر؟ يعني إحصاء كده كم مليون أب؟ عندك 10 مليون أب مقيمين، عندك أكتر من 4-5 مليون أب انفصلوا عن أسرهم ونسوا أولادهم وتخلوا عن مسئولتهم الدينية والاجتماعية والقانونية بدعوى أن حصل الانفصال. كل دي أمور محتاجة مراجعات. أيوة. المراجعات الدينية هنا أنا ما عندي، يعني المراجعات دينية وقانونية وثقافية وإسلام، يعني كل ده. يعني أنا هنا بقى المجتمع عندي متدين تدين قشري اللي هو في أدان، في صلاة، في رمضان، ولكن تعالي نتعامل مع الناس، لا، هو كله بيلقي المسؤولية على الآخرين. بقى في اتهام أن الاقتصاد هو اللي سبب التأخر الأسري أو السلوكات الأسرية الغير سوية، لا خالص. ما هي نفس الأسرة، ما هي نفس الأسرة دي معها 10 أسر تانية في نفس الظروف، لم يخرج منها مجرم ولم يخرج منها إرهابي ولم يخرج منها يعني كاره لوطنه. للعمل أو الأب وإن الاتنين يبقوا غايبين عن بيتهم، ده ما بيأثرش على الطفل أو له تأثير لو أنا عوضته. وله تأثير لو أنا عوضته. هو أنا حضرتك بشتغل وإنتي بتشتغلي وناس كتير بتشتغل وسيدات عظيمات جدا كانوا بيشتغلوا على مر العصور وربوا أبنائهم. احنا ليه بناخد القشريات من الاخر؟ يعني احنا ليه هي الست اللي ربت طه حسين، ما هي كانت بتشتغل، والدته هي كانت بتشتغل، لازم تشتغل سفير؟ لا، كانت بتشتغل في بيتها، بتشتغل في الارض، بتشتغل في الزراعه، بتشتغل ان كان عندها عدد كبير من الابناء. ما هو كل ده وقت، فحضرتك ما هو ده شغل، وانا لازم شغل، لازم اخرج واقبض فلوس، ما هو ده برضو وقت. بس بعض الناس تقولك انا موفره له كل احتياجاته. الاحتياجات الماديه لا دخل لها بالاحتياجات العاطفيه. هنا الخطا اللي وقع فيه كثيرين، الجري يعني مش الجري، يعني تقريبا ان يبقى بسرعه 200%، ان هو ايه اللهس وراء الماده، اللهس وراء المظاهر. لا انا جبت لك احدث موبايل، لا انا جبت لك شقه في مكان كويس. حلو ان الانسان يبقى عنده امكانيه يجيب شقه في مكان كويس، يبقى عنده عربيه، ويبقى عنده لبس كويس، ويبقى كويس ان واحد يعلم ولاده تعليم كويس. كل ده حاجات كويسة، أنا لا أنكرها. أنا لا بقول للناس لا 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 مش لازم، أنا ضد الفكرة دي، ولكن في نفس الوقت بالتوازي معاها يجب ألا أرتشي، يجب ألا أهمل أولادي، يجب ألا أجور على حقوق الآخرين. يجب إحنا بنشوف ناس ارتشت تقول لك بس اشتري فيلا لأولاده، يعني الموازنة لا، لازم تعمل موازنة سليمة قانونا وشرعا واجتماعيا. يعني كل دي أمور لازم الناس تاخد بالها منها. الام اللي بتقول انا بشتغل من 8 ل 6 عشان اجيب، لا، ما حضرتك ممكن تشتغلي من 8 ل 2 وتوفري له جزء من طلباته والكثير من الحب والرحمه والاهتمام والرعايه. احنا دلوقتي ليه انتشر تاني عندنا، زاد عندنا نسبه التوحد؟ لان احنا في اطفال كانت بتبقى مولوده بسمات، سمات يعني صفات بسيطه من التوحد، مع ان هو اهمال الام وان هي على طول الاولاد مع الانترنت والموبايل والتابلت، مع سوء التغذيه اللي بيتوجد نتيجه ان الام مش متفرغه، هو سوء تغذيه. ما هي الام بتكون جايه متاخره وبتجري، فبتضطر تلجا للوجبات النصف مطهيه فبالتالي فتاثر مخ الطفل، فبالتالي زادت نسبه التوحد، زادت نسبه صعوبه التعلم، زادت نسبه الضعف في التركيز. كل والام تقول لك هو مشتت. يعني يا دكتور الاكل كمان ليه عامل جزء مهم جدا. هاتي طفل كل يوم شربيه مياه غازيه واكليه شوكولاته، راقبي سلوكه 15 يوم، وهاتي طفل اكليه بنسبه بسيطه
السكريات واكليه خضر خضروات واكليه فاكهه، وخاصه الفواكه الغامقه اللي هي ليها لون نبيتي زي البرقوق، زي الاكل زي الفلفل الملون، البنجر، الحاجات اللي الوانها غامقه دي دايما اكتر حاجه بتنشط المخ وبتزود نسبه الذكاء، وما هي خلايا المخ يعني بتنشط، هي ما بتنموش للاسف، خلايا المخ لا تنمو للاسف. يا ريت تنمو، لو خلايا المخ نمت تاني زي خلايا الجلد بتحل لنا ازمات كتيره مع الاولاد اللي هم من ذوي الهمم اللي اصيبوا بتدمير في خلايا المخ. خلايا المخ بتنشط، اللي هي بقى خلايا المخ اللي ماسكه الجسم كله، ماسكه النظر والتعبير اللفظي والحركه، بتنشط بالهواء النظيف وبالاكل الجيد وطبعا بالراحه النفسيه. طبعا هنقول سن المراهقه او الاطفال بلاش الام والاب يخرجوا عليه، احنا مضغوطين وكويس، يعني شيء مناسب ان انا اعرف اولادي ان انا برضو في شغلي مضغوط، فارجو انك تحافظ على الحاجه، مش مضغوط والنبي وفر مصاريفك، لا لا، لما تاخد قلم مش لازم تهمل وتضيعه، لما تمسك موبايل حافظ عليه عشان ما يتكسرش، يعني نعلمهم المسؤوليه، المسؤوليه بس مش اللي هو انت لولا انت في حياتي، لولا انا جبت لك وانا عملت، لا انا بجيب لك. في فرق بين ان انا اعلمه المسؤوليه وبين ان انا ابقى دائم اللوم، اللوم ولا يعني بنسميها بتعبير الاخر التأنيب له، وان انت بص جبت لك وانت احسن من غيرك وانت بتلبس احسن من غيرك، وانا ببذل وانا ماشي مش كويس لبسي وحش وبلبس، لا وبرضه مش حلو ان الام والاب يمشوا لبسهم وحش عشان يقولوا لاولادهم احنا جينا على نفسنا. لا التضحيه بنسبه 200% صح ولا الاهمال صح، الامور الوسط، التوازن، التوازن، الاحترام للطفل. انا لما بتكلم مع الطفل ما اسخرش منه، ما اقولوش انت صغير، ما ادخلش عليه وهو بيذاكر ولا هو بيقرا حاجه واعمل له فيها مخبر وافتشه واشوف ايه اللي في الموبايل وايه اللي في شنطته، الامور دي كلها بتاثر نفسيا. زي ما انا بحترم الطفل، الام عايزه تطمن على ابنها بس ما عندهاش درجه الوعي دي ان هي تبقى مظبوطه قوي، يعني تتصرف ازاي، الوعي اللي هو التكنولوجي ولا الوعي ان هي تتعلم، لا الوعي ان هي تتعامل مع المراهق، تتابع برامج حضرتك وتتابع وتحاول تقرا وتحاول تتثقف. احنا عندنا للاسف برامج الطهي بتعمل مشاهدات ملايين، يعني زي ما السيدات الفضليات بيفضلوا يشاهدوا الطهي بالاربعه من الخمسه مليون مشاهده، انا بشوف مثلا اي فيديو تعليمي او سلوكي ما بيعملش 200 300 مشاهده، فهنا ما تلوميش على الـ على الـ على الطفل، لومي على الاهل، ما انا كطفل مش هدخل اتفرج كيف الام تعامل ابنائها المراهقين، لا ما فيش وعي، لازم اطور وعي زي ما بيطوروا وعيهم في الطهي، زي ما بيطوروا وعيهم في الميك اب، زي ما بيطوروا وعيهم في ان انا ازاي يعني البس وازاي عندي اتيكيت الكلام واتيكيت الاكل، يعني ده حلو برضو مش وحش، ولكن اطور نفسي مع ابنائي، لان ابنائي هي الثروه المختزنه، يعني الثروه سواء قدروا يساعدوني لما اكبر سواء ما قدروش، ولكن يكفي شعورهم بالمسؤوليه تجاه الام والاب، يكفي شعورهم ان هم اتربوا صح، يكفي شعورهم بالامتنان لموقف لنزهه حلوه خرجوها مع الام والاب، لموقف عيد لعيد ميلاد الام والاب عملوه رغم بساطته. ايوه يعني بقى اتكلم عن التجمع ده، التجمع الاسري، ان انا شايف اسرتي عامله ازاي، او شايف ان الاب والام قد ايه متفاهمين مع بعض، على عكس اللي يكون في غياب يعني للتفاهم بين الاب والام، ده بيطلع متوتر الطفل، بيطلع عديم الثقه بنفسه، بيطلع بيثق في الناس خارج المنزل اكتر من اللي جوه المنزل، بيطلع عنده نوع من انواع حب الاخرين ومحاوله ارضائهم، الكثير من الهدايا للاخرين، الكثير من الانصات للاخرين حتى لو خطا، الجري بقى ورا علاقات عاطفيه خاطئه في سن المراهقه وما بعد، كل دي امور بتخرج لما نلاقي الام خاصه المقيمين مع بعض. يعني في ناس تقول لك اصل احنا بنتحامل عشان خاطر الاولاد، بالعكس انتوا دمرتوا الاولاد يا جماعه، بان انتوا طول النهار تتخانقوا، طول النهار تجرحوا في بعض، طول النهار تهينوا في بعض، وطول النهار تقول لهم انا اتحملت عشانكم، وهو يقول لهم انا متحمل عشان، بالعكس احنا في احصائيات كتيره او في ابحاث كتيره اتعملت ان ابناء الانفصال الرسمي اكثر استقرارا من بعض الاسر اللي هي عندها الانفصال غير رسمي، يعني في الانفصال الرسمي اللي هو الطلاق رسميا وفقا لسجلات المحاكم، اما الغير رسمي اللي هم بيعلنوا عايشين مع بعض، احنا عايشين مع بعض عشان خاطركم، لا بالعكس اثبت ان عدد المدمنين في الاسر اللي هي طلاقها غير رسمي اكثر بكثير من اللي طلاقها رسمي،
فاحنا هنا بنتكلم ان في اهمال داخل الاسره، غير لما يكون في طرف الطرفين ما اتفقوش وفي طرف اتخذ مسؤوليته على عاتقه سواء الام او الاب، ان هو يربي كويس، يهتم كويس، يخلي الاولاد سويين الى حد ما. نسبه السواء النفسي عمرها ما بتكون 100%، انا مش سويه 100%، ولكن بنقول ان احنا بنخليها نسبه 90% 85%، اذا انت انسان سوي. عدم السواء في عدم ايذاء الاخرين، يعني ممكن انا بخاف من الظلمه، ده عدم ده غير سوي. امتى ابدا اقول لا انت غير سوي؟ لما تبدا تاذي الاخرين. انا بخاف من الظلمه، خلاص الحل بتاعها بفضل ايد النور، ماشي، ده مش مشكله. بيخاف من الاماكن المرتفعه، ده برضو غير سوي. فانا بقول بنسبه 70 أو 80%، وعدم ايذاء الاخرين في المجتمع، عدم الحقد عليهم، انا كده انسان سوي. انا كده الام والاب قدموا للوطن ولانفسهم ابن صالح، يعني فعلا ينفع للبلد وينفع لنفسه بدون ضغط، بدون في اكس. شفنا اطباء مجرمين باعوا الاعضاء واستغلوا حواجز الناس، شفنا مهندسين استغلوا وبنوا مباني مكسوره ومباني هدمت على الناس، شفنا كتير من الناس. لكن هنا بقول لك اخلاق، ابني اخلاق واديله شهاده ينفع نفسه، صورته، وطنه، ينفع وطنه ومجتمعه. طيب دكتور، دلوقتي مثلا لو في، يعني احنا بما اننا بنتكلم عن الانفصال وغياب مثلا طرف عن الطرف الاخر، هل ممكن مثلا الام تقدر ان هي تعوض غياب الاب مثلا او العكس؟ طبعا. يعني كانت المقوله الاشهر لا مش هتنفع، لا الام بتقدر تعوض والاب بيقدر يعوض الطرفين، والابناء ممكن تكون صالحه جدا، ودي حالات انا شفتها كتير جدا في غياب الطرفين، ولو لا قدر الله الام والاب مثلا فعلا احد يعني حد توفوا، يعني حالات يعني شفتها طلاب في الجامعه، الام والاب والابناء كويسين لان هم تاسسوا صح، او الام مسافره بتشتغل والاب بيشتغل والابناء مقيمين في مصر لوحدهم. لا، هنا بتقدر طبعا لو انا عايز حاجه تبقى صح، يعني لو انا عايزه اتابع، لو انا عايزه اتحمل مسؤوليتي بمجهود. طبعا مش هقول لك الام تقوم بالدورين وهي قاعده لطيفه. أيوة. لا هي بيبقى مجهود نفسي وذهني وعقلي واقتصادي ومادي وكل حاجه. والاب برضو لو قام بنفس الدور بعض الامور، وان كنت اشك ان في اب كمل حياته لوحده وربى اولاده لوحده، يعني كنت فيش الحالات دي بصراحه. أيوة. يعني الا حاله ولا اتنين، يعني بتبقى حاله او اتنين من 100 مليون، دي ما بتعتبرش احصاء. لكن احنا عندنا احصاء رسمي للسيدات اللي ربوا اولادهم، وشو بنشوفها طبعا كل سنه في تكريم عيد الام، ان الام دي ربت لوحدها سواء ارمله سواء مطلقه، شفنا الاخت اللي ربت اخواتها، يعني لا بنشوف الحالات دي طبعا. فتقدر الام تعوض الغياب في ظل وجود برضو الجد بنصيحه، في ظل وجود مدرس بيعطي يعني حكمه. برضو المجتمع حوالينا مهم ان احنا طبعا نبقى طبعا طبعا، يعني سواء مع بيتنا، يعني ان احنا يبقى في لمه العيله. عارفه يا دكتور، يعني دي بتبقى تاثيرها ايه على المراهق، ان انا شايف مثلا حواليا بيحبوا بعض، اللي حواليه بيحبوا بعض، بيطلع فعلا شخص محب للاخرين، بيطلع عنده نوع من انواع الرضا النفسي، نوع من انواع الهدوء. والهدوء النفسي اعتقد هو المكسب الانساني الوحيد الذي يجب ان يسعى اليه كل انسان. الهدوء النفسي، يعني اللي هو ايه، انا مش لازم اتصارع من اجل وظيفه، مش لازم اتصارع في شغلي، مش لازم اتصارع في حياتي. بيبقى في بين العائلات نفسها صراع، فده بيكون ليه تاثير على الابناء. ما طبعا، بس هو المفترض الناس العاقله او الناس اللي لديها حكمه، يعني ليه صراع؟ يعني ليه نوصل عشان فلان قال كلمه وفلانه ردت؟ طب خلينا اعقل من كده ونتجاوز الامر، يمكن لسه المجتمع بتاعتنا ثقافاته مش كده. ولكن انا شايفه ان هو ده الصح، هو ده التسامح الصح، هو ده جوهر الاديان. الجوهر التسامح، الجوهر المحبه، الجوهر التجاوز، ده الجوهر. ولكن ان انا اصل من 20 سنه قالوا لي كلمه زعلتني، اصل من 30 سنه. فتلاقي في قطيعه بين الناس دي وبعضها. يعني ده ينطبع ان انا مش عايز الاولاد مثلا، مش عايز اعرف ان وبيبداوا بقى كمان يتحقنوا غل وكراهيه. عمتك وحشه، خالتك وحشه، ده بيبص لنا، ده بيحسدنا، وبيسير في حياته كلها ان هو شخص محسود ومسحور ومنظور، رغم ان هو لا يملك مقومات الحسد. ولكن هنا بنقول خلاص هو طالع ان كل الناس وحشه. ولو الانسان نظر لكل الناس وحشه وكل الناس سيئه، هيعيش مع مين؟ يعني هنا برضو دي من الاسره. الاسره عشان تنجب ابناء وتربيهم صح،
هنا لازم يكون قرار سليم، قرار الإنجاب مش 5، 6، و7 اللي احنا بنشوفه ده. الإنجاب مش حالة بيولوجية وننجب أولاد ونأكلهم ونشربهم وخلاص. الكلام ده قد يكون مقبولا في عالم الحيوان، أما احنا عالم الإنسان ما ينفعش. أنا لازم أنجب طفلة أبقى مسؤول عنه إنسانيا ونفسيا. الزمن اتغير يا دكتور، الزمن اتغير. والله للأسف أنا بشوف الناس، يعني حتى بعض الناس يقولك والله أنا مسكين، طب إيه يقولك أنا مخلف 6. لا حضرتك مش مسكين إنك خلفت 6، ده شيء لا يعني، لا يعني ايه، لازم تراجع نفسك فيه. كان قدامك فترات طويله تتراجع فيها مع على ان الانجاب مسؤوليه، انك تبني طفل وانسان صالح ده مسؤوليه. مش لازم يكون غني على فكره، مش لازم يكون ملياردير، مش لازم تسيب له اولادك ثروه تتخطى الملايين. على الاقل سيب ابناء عندها استقرار نفسي، عندها تعليم. الناس اللي دايما تقول لك اصل الحاله الاقتصاديه ضغطت على الاخلاق، لا خالص، دي ناس بتستسهل، دي ناس عايزه اي وسيله لتعليق اخطائها. ايوه على الاخرين، عدم بذل مجهود في التربيه. فهو يقول لك اصل الاقتصاد، لا الاقتصاد ملوش علاقه، كلمه طيبه ملهاش علاقه، كلمه الحب ملهاش علاقه، كلمه الرحمه ملهاش علاقه. ما هو غني او فقير قولها. يعني انت لو انت زعقت لابنك وضربته اتحلت الازمه الاقتصاديه بتاعتك؟ في حين يمكن لو اخدت ابنك في حضنك وطبطبت عليه جايز ساعتها تقدر تكمل حاجه في حياتك. طيب احنا هناخد دكتور هاني. مساء الخير. مساء الخير على حضراتكم. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور رحاب مع حضرتك، اتفضل. يا فندم انا اشكر القناه على اتاحت لي الفرصه اعمل المداخله الصغيره ديت. واشكركم مره ثانيه على المواضيع الجميله اللي بتتناقش في القناه اللي كلنا بنحبها وبنشوفها. نورتنا ببساطه شديده كده بدون دخول في مصطلحات كبيره. البني ادم عباره عن ثلاث اجزاء، جسم ونفس وروح. إذا كان الجسم عشان نحافظ عليه الصحة عاملة جدول تطعيمات، نفس الكلام النفس والروح. المفروض الأسرة تبقى عارفة إيه هو التطعيم النفسي والتطعيم الروحي حماية من أمراض المجتمع. زي ما في أمراض بتصيب الجسد، في أمراض بتصيب النفس والروح. يمكن تكون المعضلة شوية اللي يكون عنده أطفال من النوعين، أولاد وبنات. ليه؟ تربية الولد غير تربية البنت، في معطياته، في تحذيره، في محذراته. عشان كلمة اشمعنى ديت ما تنصرش عداوة ما بين الأخ وأخته أو الأخت وأخوها. لا، دي ما فيهاش اشمعنى، دي فيها تغيير وتفاصيل بيولوجية، دي ربنا عملها بنوتة عشان متطلباتها كيتو كيتو كيت. ما تقدرش انت كولد وبعد شوية هتبقى راجل تقوم باللي تقوم بيه البنوتة دي. فلازم الأم تفرق، مش بمعنى تبعد أو تعمل عداء، لا، تميز. انت دورك كذا وكذا وكذا، وانت دورك كذا وكذا وكذا. احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور طبعا على التعقيب الجميل على موضوع الحلقه والنصايح اللي حضرتك بنديها لنا. دكتور هاني كنت معانا عبر الهاتف، احنا بنشكرك جدا. دكتور تعليق ايه على الكلام؟ كلام مظبوط طبعا. هو بيقول التطعيم النفسي المصطلح، لكن موضوع الفرق بين الولد والبنت، اللي بيربي ولد مسؤول ومحترم ومهذب وعارف التزاماته، ما بتبقاش معضلة ولا حاجة تربية الابن والبنت. بس يا الناس تعرف اصلا من البداية مبادئ التربية، احنا لسه في مرحلة ان يعني احنا لسه ما زلنا مش ناس تايهه، مش عارفه تربي ازاي. فاكره ان التربيه بخليه يروح المدرسه ويفطر ويرجع يتغدى ويرجع يعمل واجباته وينام. هي الناس فاهمه ده التربيه؟ لا، دي مش التربيه، دي اسمها الرعايه. ان انا بخليه ياكل ويلبس ويروح للدكتور لو تعبان لا دي اسمها رعايه. لو في حد استأنس حيوان في بيته، ما يعني مع حفظ يعني قطه ولا هيجيب له كده يبقى مسؤول عنه، فدي اسمها رعايه. اما التربيه فهي التربيه محتاجه كلام حلو، محتاجه ان انا افهم ولادي، محتاجه ان انا استوعبهم، محتاجه ان انا اسامحهم، محتاجه ان انا اتفهم طبيعه المرحله. يعني مرحله المراهقه ايه صعوبتها؟ ان هي مرحله بتلعب فيها الجينات، مرحله خطيره، مرحله صعبه. أيوة. خلي الطفل عصبي، الطفل يعلي صوته فوالده يضربه، وانت فاكر نفسك كبرت، لا هضربك. والدته لا اصلا انت لا، طب الولد ما يتضربش والبنت تتضرب، لا البنت هي اللي تقوم تساعد اخوها، اصل بقى لازم البنت تبقى تابع. معتقدات كتير، كلها معتقدات احنا محتاجين ننسفها نسفا وبعدين نبدا نعيد. يعني احنا للاسف الاعلام المفترض يقوم بدور افضل واكتر
بالتركيز على أهمية السلوك، لأن إحنا ما بنبص لهاش كده، بنبص لها إن إيه علم النفس وعلم دراسة الشخصية، إيه علم الاجتماع وعلم دراسة المجتمع. طب مما يتكون المجتمع من النفس، من الشخصية الوحيد. لما يكون عندي انحدار في مستوى أخلاقي وفكري لجيل، يبقى انا هنا امام مشكله كبيره. يبقى انا هنا لازم جدا بالحديث مع حضرتك. ربنا يخلي حضرتك. يعني انا اكتر يعني اتمنى ان كل حد يكون فعلا اتعلم حاجه النهارده من كلام حضرتك. كلام مهم جدا، وان احنا لازم نطبق ونغير بقى. يا ريت كل حد يبقى عنده وعي ازاي ان انا اطلع ناس سويه للمجتمع تفيد نفسها وتفيد بيتها اول حاجه. بالظبط. نورتينا يا دكتور. استاذ شكرا دكتور لحضرتك. نورتينا يا فندم. استاذ دكتور رحاب العوضي، استاذ علم النفس السلوكي، نورتينا يا فندم. شكرا. مشاهدينا كده خلصت حلقتنا، ونشوفكم في حلقه جديده من هي ومي. الى اللقاء. هي ومي، هي ومي، لو وقتك اللي بتستني. هي ومين، هي ومين، ما هو علشانك. هي ومين، أكلت شهية 100% أصناف جديدة. هي ومين، خلي السفرة أحلى، معنا الدنيا تحلى، ما هو علشانك. هي ومين، وكل مرة موضوع يهمك ده شايل همك. هي ومين، أولوياتك واهتماماتك هتلاقيها بس في هي ومين. هي ومين، هي ومين، ده وقتك اللي بتستني. هي ومين، هي ومين، ما هو علشان. هي ومين، هي ومين.